هناك إقرار واحد الزيادة ديال 1500 درهم اللي تطبق على جميع الموظفين ديال القطاع، تقول جميع الموظفين أي 335 ألف موظف اللي هما داخل هذا القطاع، اللي غتطبق عليهم هذه الزيادة ديال 1500 درهم. وهذا تعني بأن ذاك الأستاذ، إلا خدينا الأستاذ ديال الابتدائي أو الأستاذ ديال الإعدادي اللي كان تيبدأ المسار المهني ديالو ب 5100 درهم كأجرة صافية شهرية، غادي يبدأ الآن لأن هاد 1500 درهم هي غتزاد على سنتين، نص هاد السنة بداية من 1 يناير 2024 ونص السنة المقبلة. من بعد ما تتم هاد الزيادة دوك السنة المقبلة، غادي يبدأ المسار المهني ديالو ب 6600 درهم شهريا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.